العنف الجسدي جزء من حياتي كالطعام والماء والهواء الذي أتنفسه، لا أعرف حقيقة أخرى. كانت هذه كلمات لسيدة خمسينية من مدينة عربية لا تريد ذكر اسمها. إنها سيدة من بين الكثيرات التي يتعرضن للعنف الجسدي والنفسي، فمع قرار عدة دول حول العالم بحظر التجول بسبب وباء كورونا، وضعت آلاف النساء والأطفال أمام مواجهة العنف المنزلي الواقع عليهم في ظل الحجر الصحي. وتوالت التقارير خلال فترة الحجر الصحي والتي تشير إلى ارتفاع في حالات العنف المنزلي ضد النساء في أماكن مختلفة من العالم. فإذا بدأنا بالصين حيث ظهر الوباء من هناك، فقد سجلت ارتفاعا في عدد حالات العنف وصل في بعض الأماكن إلى 3 أضعاف المعدل السابق، وذلك بعد أسابيع فقط من إجراءات العزل الصارمة. ففي شهر شباط ارتفعت نسبة شكاوي العنف في الصين إلى 300% مقارنة بالسابق. بالانتقال إلى الدول الأوروبية، ففي إيطاليا والتي شهدت أكثر من 100,000 حالة إصابة بكوفيد-19 وهي تمثل ثلث حالات الوفاة تقريبا في العالم، وكانت إيطاليا هي أول دولة أوروبية تطبق إجراءات العزل العام، فقد تراجعت البلاغات للشرطة عن العنف الأسري إلى 652 بلاغا خلال أول 22 يوما لشهر آذار، عندما بدأت إيطاليا بتدابير العزل العام مقابل 1157 خلال نفس الفترة من العام الماضي. ولكن وبحسب لجنة برلمانية تبحث في العنف ضد النساء، قالت أن ذلك لا يعني تراجعا في العنف ضد المرأة، وخاصة في ظل العزل العام الذي فرضته إيطاليا على الشعب، هذا يدفع المرأة لتحمل العنف، بما يعني أنه قد يكون هناك العدد أكبر من ذلك ولكن النساء لا يستطعن الخروج أو تقديم شكوى. أما في فرنسا فقد ارتفعت حالات العنف المنزلي إلى أكثر من 30%، وفي ألمانيا وحسب وزيرة الأسرة فرانسيسكا جيفي فقد بلغت نسبة العنف المنزلي في برلين على سبيل المثال إلى 10%. وفي النمسا وحسب ما ذكرته وزيرة الاندماج والمرأة سوزانا راب، ارتفعت حالات العنف في شهر آذار إلى 961 حالة مقابل 874 حالة في شهر شباط الماضي. أما في تركيا أسفرت إجراءات الحظر التي فرضتها الحكومة إلى نتائج قاتلة، حيث تم الإبلاغ عن مقتل 29 امرأة في شهر آذار حسب ما نشرته منصة ويول ستوب وومنز ميردر. هذا وقالت الأمم المتحدة أنها غير قادرة في هذه المرحلة على تحديد عدد النساء أو الفتيات اللواتي يتعرضن لعنف أسري في العالم، وذلك نتيجة الحجر المنزلي، لكنها أشارت إلى أن واحدة من كل 3 نساء تتعرض للعنف خلال حياتها. وخرجت تقارير مشابهة في كل من بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول، مما دفعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إطلاق نداء عالمي في 5 نيسان لحماية النساء في المنازل، حيث حدد عدة إجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين الوضع حيال العنف ضد المرأة. قريبا سينتهي الوباء وستبدأ الحكومات خططها بالنهوض بالاقتصاد مجددا بعد إحصاء الخسائر، وربما سيحتفل العالم بالقضاء على هذا الوباء. لكن هل سيأتي ذلك اليوم الذي سيحتفل فيه العالم أيضا بالقضاء على العنف ضد النساء؟ وحتى أكون منصفة وقبل أن أختتم معكم، لابد من القول أن هناك أيضا عنف مرتكب ضد الرجال، لكن يا ترى ما الذي يدفع امرأة على ضرب الرجل؟ شكرا للمتابعة، ألتقيكم في مختصر المفيد القادم. أثبتت دراسات صادرة عن وزارة العدل وجود نسبة من الرجال الكويتيين الذين يتعرضون للضرب في منازلهم من قبل زوجاتهم ويتجرعون مرارة الصمت خشية الفضيحة والنظرة الدونية لهم من المجتمع. قد تكون إحصائية أكثر بكثير. أنا حدثت عندي طبعا حوادث كثيرة من ذلك النوع، ولكن عندي حادثة يعني غريبة، يعني مصار لها 3 أسابيع أكثر أقل تقريبا، زوجتي تعرض دائما للضرب من زوجته،
وحتى يعني لجأ لي يقول أنا أخاف أني أصارح أني بطلقها، أنا بتخلص منها لازم أستعدد، وما تشوف لي حل أني أتخلص أنا من ليت أنطق كل يوم. حاولنا الاتصال في أحد الأخوان، أخوان الزوجة، وتوعدنا وياه في إدارة التوثيقات وقمنا في إجراءات الطلاق. حتى يعني قال يعني أستاذ لما أروح البيت يعني أخوها يأخذها ما تكون موجودة، لدرجة أنه سويت له رعب ويخاف منها ويخاف من أن تقوم بالاعتداء عليها. يعني درجة قال أنا بروح البيت أهلي يومين لم تروح تشيل أغراض، أنا ما أقدر أشوفها ما أقدر أتحمل، أخاف أني أنطق.